فخامة رئيس الجمهورية ديز ديفيد نو يستقبل وزير خارجية أمريكي ريكس تيلرسون الذي يزور البلاد في جولة أفريقية. رئيس الحكومة بايمي باتاكي البير يلتقي برجال الأعمال الهنود في نيودلهي. الإحصاء الشخصي للعمال تنطلق بكافة الأراضي الوطنية. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الأرض الإخباري من الفضاء الشادية من أنجمنا. وصل صباح اليوم وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون إلى العاصمة أنجمنا في زيارة رسمية ضمن جولة تشمل بعض الدول الإفريقية. تقرير أحمد أدم. المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال جولته لبعض الدول الإفريقية هي تشاد، فقد حطت الطائرة التي تقل كبير الدبلوماسية الأمريكي بمطار العاصمة التشادية أنجمنا، وكان في استقباله وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي شريف محمد زين بحضور مستشار رئيس الجمهورية وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بتشاد. الوزير الأمريكي جاء إلى تشاد وهي ضمن العواصم المهمة خلال الجولة، حاملا معه ملفات عديدة أبرزها التعاون الأمني بين البلدين ومحاربة الإرهاب وتحريك ملف القرار الأمريكي الأخير القاضي بمعني المواطنين التشاديين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقضايا سياسية واقتصادية عديدة، خاصة العلاقات الثنائية بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وأخرى متعلقة بمنطقة أفريقيا المركزية وحوض بحيرة تشاد والساحل الأفريقي. ومن المنتظر أن يتشرف تيلرسون بلقاء رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي. بالفعل، وفور وصول رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى البلاد توجه إلى رئاسة الجمهورية ولقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث تباحثا معا أوجه علاقة التعاون التي تربط البلدين. تقرير آدم أبو بكر إدريس. تتقدم العلاقات التشادية الأمريكية قدما نحو الأمام بخطوات حثيثة وجادة ومتميزة، هذا ما دلت عليه الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى البلاد في صبيحة 12 من مارس الجاري. وفور وصوله إلى أرض الوطن، حيث استقبله رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، واستغرق اللقاء عدة ساعات بهدف التباحث حول المسائل التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية للبلدين وتعزيز سبل التعاون في المجالات التجارية وتهيئة الاستثمارات ومكافحة الإرهاب والطاقة. كما رحب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بهذه الزيارة، والتي مدح من خلالها وزير الخارجية الأمريكي بالتدخل الإنساني الأمريكي عبر منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين في جنوب السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد ضمن مساعدة اللاجئين المتواجدين بإقليم البحيرة، مؤكدا بأن البلاد تستقبل حتى الآن أكثر من 750 ألف لاجئ في أراضيها. وفور خروجهما من المقابلة، فقد أوضح وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف أن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد وتقوية العلاقات الثنائية للبلدين والاستفادة من التبادل المشترك للمنافع لصالح البلدين والشعبين. وفيما يتعلق بإدراج تشاد ضمن القائمة السوداء وحظر مواطنيها من الدخول إلى الأراضي الأمريكية، أشار وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي محمد زين شريف إلى أنهما سيعملان ما بوسعهما من خلال المحادثات الجارية بإمكان التوصل إلى إنهاء ورفع الحظر أمام مواطني البلاد إلى الدخول إلى الأراضي الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل. ونذكر بأن وزير الخارجية الأمريكي سيواصل جولاته الأفريقية والتي بدأها بالبلاد، وهي بمثابة النقطة الأولى من زيارته إلى أفريقيا، وأنه سيواصل زيارته إلى كل من نيجيريا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي. على هامش فعاليات قمة المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية بنيودلهي، التقى رئيس الحكومة بايمي باتاكي البير مع عدد من رجال الأعمال الهنود، حيث أكد رئيس الحكومة جاهزية الحكومة التشادية للتعاون مع المستثمرين الهنود. خالد مسرحاش. خلال إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهي، استقبل رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير
المدير العام والتنفيذي لشركة ONGC-Videsh المحدودة ناريندر كومار فيرما، وهي شركة تعمل في مجال التنقيب وتطوير المنتجات النفطية، وتتواجد في أكثر من 20 بلدا حول العالم. وقد بحث المدير التنفيذي للشركة مع رئيس الوزراء إمكانية الاستثمار في قطاع النفط في البلاد. وقد أشاد رئيس الوزراء برغبة الشركة في الاستثمار، مؤكدا أن أبواب تشاد مفتوحة أمام المستثمرين خاصة في هذا القطاع الحيوي. كما استقبل رئيس الوزراء فاهمي فلكي البير المدير العام لشركة أرنوفا تكنولوجيز برايفت المحدودة السيد كومار جوبتا، وشركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل في إنتاج وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة للطاقة. السيد كومار جوبتا الذي زار تشاد سابقا شارك أيضا في مؤتمر باريس لحشد الموارد من أجل دعم الخطة الوطنية للتنمية، وقد وقع مع الجانب الحكومي على اتفاقية بروتوكولية من أجل تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتصنيع اللمبات الموفرة للطاقة. أما المقابلة الأخيرة فكانت مع السيد موكيش أغروال المدير العام لشركة جيتا انترناشنال، وهي شركة متعددة الخدمات كما تعمل في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة. وقد بحث المدير العام مع رئيس الوزراء نوعية الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة، خاصة الصناعات التحويلية والتشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة لفتح الفرص أمام تشغيل الشباب، وأبدى لرئيس الوزراء رغبته في إقامة علاقة تعاون وشراكة والمجيء للاستثمار في تشاد في عدة مجالات كالصحة والزراعة والبنية التحتية. بدوره رئيس الوزراء فاهمي فلكي البير رحب بالشركة وأكد أن مناخ الاستثمار مهيأ، خاصة وأن تشاد تسعى إلى جذب المستثمرين في جميع القطاعات. هذا وقد حضر المقابلة كل من وزير البترول والطاقة وأمين عام رئاسة الوزراء والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة. كما التقى رئيس الحكومة مع طلاب تشاديين دارسين بالهند متطرقا معهم الحديث حول القضايا والمسائل المتعلقة بمستقبل دراستهم، مشجعا إياهم بالجد والإجتهاد واحترام قوانين ونظم الدولة المضيفة. خالد مسرحاش للمرة الثانية. خلال إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهي، التقى رئيس الوزراء فاهمي فلكي البير ببعض الطلبة التشاديين الذين يدرسون في الهند. وقد طرح الطلبة خلال لقائهم مع رئيس الوزراء بعض القضايا التي تهمهم، من بينها علاقة الطلبة بالقنصلية التشادية في الهند، كما طلبوا من الحكومة التشادية بمخاطبة السلطات الهندية للسماح لهم بفتح الفرص أمامهم للتدريب في مجالات تخصصاتهم، بالإضافة إلى قضية زميلهم المعتقل في أحد السجون الهندية بتهمة الإقامة بطريقة غير شرعية. كما طالبوا بإنشاء كيان من أجل تسهيل توظيفهم في حال عودتهم إلى البلاد. رئيس الوزراء فاهمي فلكي البير شكر الطلبة على حرصهم للالتقاء به، وأشار إلى أن القنصلية ستشرع في إعداد قائمة بأسمائهم لمعرفة مشاكلهم وتسهيل الخدمة لهم. وفيما يتعلق بالتدريب، وعدهم بأن الحكومة التشادية ستخاطب السلطات الهندية للسماح لهم بالتدريب. أما الطالب المعتقل فقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه على علم بالقضية وأن السلطات الهندية ستتدخل في إطار القانون. وانتهز رئيس الوزراء السانحة وحثهم على الاهتمام بالدراسة والتكاتف فيما بينهم، كما دعاهم إلى احترام قانون البلد المضيف لأنهم في الخارج يعتبرون سفراء لبلدهم. ويبلغ مجموع عدد الطلبة في الهند 182 طالبة. بحضور الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS محمد زين بادة، احتفل مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالذكرى 28 من تأسيس الحركة في بامينة، وسط حضور كبير من أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والمناضلين والمناضلات. تقرير هارون أباهدى. الحادي عشر من مارس عام 1990
الحادي عشر من مارس عام 2018. 28 عاما مضت على ذكرى تأسيس الحركة الوطنية للإنقاذ في بامينة، وأن هذه الذكرى التاريخية صنعها رجال ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير البلاد والعباد من حكم ديكتاتوري غاشم. في مثل هذا التاريخ في العام 1990 اجتمع قيادات من مدنيين وعسكريين في بامينة بقيادة العقيد إدريس ديبي إتنو، وكان شعارهم الموت من أجل الإنقاذ، وأسسوا الحركة الوطنية للإنقاذ. ولإحياء هذه الذكرى فإن المكتب الوطني السياسي للحزب شرع بتنظيم هذه التظاهرة، وذلك لتقييم الإنجازات التي حققتها الحركة والتفكير في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل يتوقع أن يكون أكثر نجاحا. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدع طلب من الحضور دقيقة صمت ترحما لشهداء الحرية، وأكد للمناضلين أن الحركة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك بفضل البرنامج السياسي الذي رسمه الرئيس المؤسس رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. وأشار إلى أن طيلة هذه الفترة كانت حافلة بالإنجازات، كما أن حزب الـ MPS له دور فعال في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التي لم تشهدها البلاد قبل العام 1990. وتطرق إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي ضيقت الخناق على موظفي الدولة وولدت صراعا بين الحكومة والتجمعات النقابية، وأن الحزب يفضل الحوار بحيث أن الحوار يعتبر الطريق الأفضل لإيجاد حلول والاتفاق بالتراضي. كما أن الرئيس المؤسس حريص على ألا تنزلق البلاد إلى منعطف يهدد السلام والأمن المجتمعي، وبحكمته سيرسم طريقا يسمح للبلاد بالخروج من هذه الأزمة وتنطلق بقوة نحو الاتجاه الصحيح. محمد زين بدأ دعا مناضلو ومناضلات الحزب إلى اليقظة لمساندة الحكومة في الحدث التاريخي، وهو المنتدى الشامل للإصلاح المؤسسي، والذي من المقرر سينعقد في قلائل الأيام القادمة، وأن هذه المناسبة كانت فرصة للمناضلين والمناضلات والرفقاء بتبادل الأفكار حول مستقبل الحزب والحفاظ على شعبيته. انطلقت عمليات الإحصاء الشخصي للموظفين والمتعاقدين في الدولة بمدينة آتيا حاضرة إقليم البطحة، بحضور حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله. تقرير محمد طاهر جبريل. بدأت رسميا عملية إحصاء عمال الدولة من موظفين ومتعاقدين هنا في إقليم البطحة. وصلت بعثة مكونة من 8 فنيين برئاسة جنودي جيم تاينغار لإجراء الإحصاء بالمقاطعات الثلاث التابعة للإقليم. رئيس البعثة أوضح في بداية الحملة أن كل موظفي ومتعاقدي الدولة بكل مستوياتهم سيشملهم الإحصاء. الهدف من تنظيم العملية هو الوصول إلى ضبط عدد الموظفين، ومن ثم تنظيم الصرف العام في الميزانية. عند إطلاقه رسميا للعملية، حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله قال إن الإحصاء بدني، وعليه يجب أن يأتي كل عامل بنفسه للتسجيل، طالبا من المندوبيين الإقليميين ورؤساء الأقسام المختلفة أن يقوموا بتعبئة عمالهم وتشجيعهم للمشاركة في العملية. هذا ونذكر بأن العملية ستستمر من 12 وحتى 31 من شهر مارس الجاري. نساء إقليم شاري الأوسط احتفلن كغيرهن من نساء تشاد باليوم العالمي للمرأة دورة 2018. ترأس المناسبة حاكم إقليم شاري الأوسط يوسف أمبدو بامي. تقرير آدم شرفدين. أجواء احتفاليات اليوم العالمي للمرأة دورة 2018 غمرت مدينة سار حضرة إقليم شرق الأوسط وسط حضور كثيف من النساء اللائي حضرنا في هذه الاحتفالية. بدأت المناسبة بكلمة رئيسة اللجنة المنظمة للحفل، والتي قالت إن 8 من مارس هو يوم فريد للمرأة أي كانت، وتسمح لها مزاولة أنشطتها مع النساء الأخريات، وذلك لأجل طرح الأفكار والمساهمة معا حول معرفة حقوقهن والتزاماتهن، ومن ثم النهوض بهن والتوجه نحو الأمام. حاكم إقليم شرق الأوسط يوسف بودوبامي حن النساء احتفالهن بهذا اليوم التي خصص لهن، وأضاف الحاكم بأن اليوم الدولي للمرأة نتج عن جهود النساء الأمريكيات اللائي ناضلن من أجل أن تتمتع المرأة بحقوقها وحرياتها التامة. كما شكر الحاكم النساء اللائي نظمن الأسبوع الوطني للمرأة دورة 2018 بمختلف الأنشطة والبرامج التربوية منحة والثقافية التي تخدم صالح المرأة التشادية.
قدمت المنظمة الألمانية بالتعاون مع المنظمة السويسرية معدات زراعية لفيدرالية منتجي البذور بإقليم لوغون الشرقي. ترأس المناسبة المندوب الإقليمي للتنمية المحلية بإقليم لوغون الشرقي. تقرير منى حسن سقيع. في إطار مشروع تفعيل قطاع البذور، قامت المنظمة الألمانية جي إزاد بالتطبيق الفعلي لهذا المشروع بتقديم معدات زراعية للفيدرالية منتجي البذور بإقليم لقون الشرقي. وتتمثل المعدات من مولد كهربائي وجوالات لمواد البذور وبعض من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى فنايل وأهزية للفيدرالية. مشروع تفعيل قطاع البذور ممول من منظمة التعاون السويسري ومتابع من قبل المنظمة الألمانية جي إزاتا. رئيس المنتجين للبذور بإقليم لاغونا الشرقي جيمراجي جيسين شكر المنظمة الألمانية والتعاون السويسري على دعمهم وتعاونهم هذه المساعدات التي تعطيهم دفعة قوية للأمل. جيلاسيم بيكايو خبير المتابعة والتقييم لمشروع تفعيل قطاع البذور هو الآخر ثمن جهود وعمال فيدرالية منتجي البذور بإقليم لوغون الشرقي، مضيفا بأن تقديم هذه المعدات هو من أجل مكافحة المجاعة وسوء التغذية في البلاد. ممثل المندوب الإقليمي للتنمية المحلية بإقليم لوغون الشرقي محمد الأمين قال بأن هذه المساعدات تدخل ضمن سياسة السلطات العليا للبلاد لأجل مكافحة سوء التغذية. وبعد الانتهاء من حفل تقديم المساعدات، تم تنظيم دورة تدريبية للمنتجين الزراعيين في كيفية استعمال هذه الأدوات. شهد صباح اليوم مقر سلطان مدينة أنجمينا حفل استقبال السلطان كشلة محمد كاسر بعد عودته من رحلة علاجية بحضور العديد من أقاربي وأهالي سلطان. تقرير محمد حسن آدم. هكذا استهلت فعاليات الاستقبال الشعبي الذي أقامته أبناء القبائل العربية وحاشية دار سلطنة مدينة أنجمينا وضواهيها والأصدقاء من أبناء القبائل الأخرى بمناسبة عودة السلطان الشريف كشلة محمد كاسر، وذلك بعد رحلة للعلاج إلى فرنسا دامت أكثر من شهرين، حيث جرت مراسم الاستقبال حسب العادات والتقاليد التي تمتاز بها السلطنة. في البدء تحدث نائب رئيس اللجنة التنظيمية لحفل الاستقبال عجل موسى، والذي شكر جميع من ساهم ماديا ومعنويا في إنجاح المناسبة، وأن الفرحة والسعادة رسمت في وجوه الجميع بوصول السلطان سالما ومعافا. كما تخللت المناسبة عدة مداخلات، منها كلمة الشريف محمد إبراهيم الذي سرد تاريخ هذه السلطنة قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد وما شهدته البلاد من أحداث هذا. وقد تحدث السلطان شاكرا رئيس الجمهورية إدريس دوبي إتنو الذي تكرم بدفع جميع تكاليف العلاج. طبعا بعدين الرئيس شاف كي هناني وداني مسيدة في طهيرته، وداني باريس أنتاني مديسين هنو وبيتال أمريكان وسيدة وداني شغل كل نقول للرئيس ده ما نعرفه، نقول إلا الله بس بجازي. كما اختتمت المناسبة برفع أكف الضراعة والتضرع إلى الله بأن يعم البلاد والإباد الخير والعافية. تجول صباح اليوم فريق من التلفزيون في بعض مراكز الإحصاء الشخصي للموظفين والمتقاعدين بالدولة لمعرفة كيفية سير هذه العملية التي انطلقت بكافة الأراضي الوطنية. زميل محمود مسلفيل كان من ضمن الفريق وعد لنا التقرير التالي. 12 من مارس الحالي هو تاريخ بداية عملية الإحصاء العام لجميع الموظفين والمتعاقدين بمختلف القطاعات العامة بالبلاد. ومن الملاحظ فإن العملية قد بدأت رسميا، فمنذ الصباح اصطف الموظفون في عدد من مراكز الإحصاءات الشخصية على حسب جدول إحصاءات الوزارات والمؤسسات الكبرى بالبلاد. 9 صباحا أنا جيت هنا، بعدين انتظرنا الإكيب بدأت تخدم وخدمنا معهم الوسط المكاتب اللي هم دوروا أنتنانا كله أننا قدمنا لهم وأنتنام وشافوا وريفيه كله كويس.
وتهدف هذه العملية إلى معرفة عدد الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام، فضلا عن كشف ومعرفة من دخلوا في السلك الوظيفي بشهادات مزورة، بالإضافة إلى حصر ومعرفة عدد من الذين يتقاضون أكثر من راتب شهري، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الوفيات والتسيب من المهام الوظيفية، إضافة إلى الذين أحيلوا إلى المعاش، وذلك بهدف ضبط الميزانية العامة وكذا الحد من التلاعب بالمال العام لأجل المساهمة في تحسين الإيرادات المالية لخزينة الدولة وفتح فرص أمام الشباب حملة الشهادات في مختلف المجالات. يذكر أن عملية إحصاء الموظفين هذه تتطلب بعضا من المستندات الخاصة بالموظف، وهي قرار التوظيف ومرسوم التثبيت، بالإضافة إلى آخر قرار الترقية والنقل وصورة من البطاقة الوطنية. وللإشارة فإن هذه المهمة قامت بها وزارة الوظيفة العامة والعمل بالتعاون مع وزارة المالية والميزانية وبعض من أعضاء المجتمع المدني، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري في كافة الأراضي الوطنية. في سياق متصل وقبل قليل تم في إطار الحوار المستمر بين النقابات الوطنية والحكومة التشادية، اتفقت النقابة الوطنية للمعلمين والباحثين في التعليم العالي مع الحكومة، وذلك من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الاجتماعية التي تعيشها البلاد، حيث افتتح المناسبة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بيوم مالو أدريان، الذي قال إن هذه الاتفاقية هي تنفيذ لكامل الاتفاقيات التي تنص لمواصلة وإكمال العام الدراسي 2017-2018. وقال الاتفاقية من جانب الحكومة وزير التعليم العالي والبحث والابتكار ووزير المالية والميزانية عبد الله صابر فضل ووزير الوظيفة العامة، وما من جانب النقابة الوطنية فقد وقع المكلف بالمطالبات. نواصل معكم قراءة الأخبار من الفضائية التشادية من أنجمينة. أقرأ هذا المرسوم الذي يحمل رقم 415. هذا المرسوم المادة الأولى: تم تعيين السيد عبد الجليل طاهر عبد الجليل رئيسا للسلطة التقليدية مرفا بمركز مرفا محافظة دوارة إقليم والداي، خلفا لمحمد الهادي جبال الذي وافته المنية. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب من راتب شهري وفقا للمرسوم المرسومين رقم 628 ومرسوم 629 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2016 المشار إليه على. أما الكاتب والعوان فسيستفيدون من رواتب شهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 سبتمبر 2016 المشار إليه على. المادة الثانية: على وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينة في 12 مارس 2018 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 416 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. المادة الأولى: أعيد تنظيم السلطة التقليدية أونيا بمركز أويانغا كبير محافظة فدا إنيدي غرب على النحو التالي: السلطة التقليدية أويانغا 1 مركز أويانغا كبير، السلطة التقليدية أونيا 2 مركز أويانغا كبير. المادة الثانية: يلغي هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة له ويسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينة في 12 مارس 2018 توقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. شهد صباح اليوم مقر سلطان مدينة أنجمينة حفل استقبال السلطان كشلة محمد كاسر بعد عودته من رحلة استشفائية بحضور العديد من قارب وأهالي السلطان. تقرير محمد حسن آدم. نظمت مساء أمس كنيسة عمق الحياة تظاهرة دينية لتدريب وتأهيل اللجان المختصة للمشاركة في المؤتمر الإفريقي للقادة المسيحيين بالكنائس الإنجيلية. جرت المناسبة بمقر الكنيسة بحي شقوة. تقرير هارون أباد. Thank you.
بهذه الترانيم فإن أتباع كنيسة عمق الحياة بدأوا صلواتهم في هذه المناسبة الدينية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تكوين وتأهيل أعضاء اللجان المختصة التي ستشارك في المؤتمر الأفريقي للقادة المسيحيين. ومن المنتظر أن يجمع هذا اللقاء الكنائس الإنجيلية التشادية مع قادة الكنائس من دولة النيجر، وأن المؤتمر يستمر 3 أيام ستقام فيه أنشطة مختلفة بالإضافة إلى تقييم عمل الكنائس في البلدين وكيفية مواجهة التحديات الاجتماعية التي يجب على الكنيسة حلها بطريقة دينية. وبهذه المناسبة دعا قس كنيسة عمق الحياة المواطنين وخاصة المسيحيين إلى التعبئة اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر الذي ستجري أعماله في الفترة من 22 حتى 24 من مارس الجاري. ترأس الأمين العام لإقليم البحيرة مناسبة حفل تنصيب رئيس الجديد للكنيسة الإنجيلية في كل من إقليم بحر غزال والبحيرة وكانم. تقرير عبد الرحمن آدم رحمة. بحضور عدد كبير من أتباء الكنيسة الإنجيلية بمدينة بول وضواحيها، فضلا عن الأقاليم المجاورة لإقليم البحيرة، كلهم جاءوا من أجل المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الإنجيلية ليقوم بالعمل في 3 من أقاليم البلاد: البحيرة، كانم، وإقليم بحر الغزال. حيث شملت مناسبة التنصيب عدة مداخلات، من بينها كلمة رئيس اللجنة التنظيمية سوكاسيا بروسبير، والذي أعطى لمحة تاريخية عن الكنيسة بمدينة بول، كما شكر الجميع على هذا الحضور المميز. ومن ثم فقد تداولت الكلمات والتي انصبت جلها حول السيرة الذاتية لرئيس الكنيسة الإنجيلية الجديد غاورانغ مادي جوناس، مع دعوة المؤمنين من أتباء الكنيسة الإنجيلية إلى تضافر الجهود من أجل معاونة رئيس الكنيسة لتحقيق وتكملة المهمة التي أوكلت إليه من قبل الكنيسة الأم بالعاصمة نجمينا. وعقب تنصيبه بشكل رسمي من قبل الأسقف غالي، فقد شكر غاورانغ مادي جوناس ودعا أتباعه إلى المضي قدما من أجل توصيل رسالة الرب. أنا درا حكومة كلهم كي أنا لك كبارات أنا كنسية أنتم مؤمنين كلها أنا بول ndu pastoro kuluke kalite aununa fi kidimal ala antona fi idimna kuluke. وبدوره الأمين العام لإقليم البحيرة كيلي يونس هو الآخر، فقد شدد على ضرورة تطبيق دعائم التعايش السلمي عبر الكنيسة والعمل على احترام القوانين الإنجيلية التي تنادي على احترام الغير والتوجه نحو ما هو أحسن وأفضل. ونشير إلى أن رئيس الكنيسة الإنجيلية الجديد غاورانغ مادي جوناس متزوج وأبلى 11 ابنا، كما شغل عدة مناصب مختلفة على مستوى الكنيسة الإنجيلية. إذن بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية، ونعتذر لبعض الأخطاء التي وردت خلال قراءة لهذه النشرة. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، ألقاكم دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.